عودة جديدة مع حكي ميديا. جديد مساء الخير ألا. مساء النور محمد وروان، وكمان عن جديد مساء الخير مشاهدينا. طبعا أنا بالجزء الأول خبرتكم أنه رح نحكي عن راقصة البالي يارا خضير، بس بدي أحكي بمقدمة كتير صغيرة عن فن البالي يلي أغلب التعليقات اللي كانت عم تجي على فيديو يارا أنه على أنه أساس الشيء اللي عم يتقدم هو فن راقي، وعلى أنه أساس يتم اعتبار فن البالي بأنه من الفنون الراقية، على أنه الأساس هو أنه فن البالي مشاهدينا ولد أصلاً في القصور الإيطالية وبعدين بالقصور الفرنسية، حتى أنه أوروبا عرفت رقصة البالي بعصر النهضة الثقافية لما بدأت عروض البالي تكون مرافقة لمآدة بالطبقة الأرستقراطية، يعني بكل مأدبة دائماً بيكون في عرض لرقصة البالي. هذا الحكي بلش بإيطاليا، بعدين انتقل إلى فرنسا. لا بفرنسا يعني صار عروض الباليه من احد الطقوس الاساسيه كمان للطبقه الارستقراطيه، وتحديدا في عهد الملك الفرنسي تشارلز الثامن، وكان اول عرض لمسرحيه باليه كبيره وضخمه بالتاريخ بحفل زفاف اخت ملكه فرنسا لويس، وكانت بعنوان الباليه الكوميدي للملكه. وبعدين صار رقص الباليه احد طقوس القصور الملكيه، مو بس بفرنسا، بمعظم الدول الاوروبيه، حتى انه ملك فرنسا لويس الرابع عشر لعب بطوله 26 رقصه باليه ضخمه. لهيك يعتبر من الفنون الراقيه وفنون الصالونات كما يتم وصفه، حتى أنه هو سبب للنهضة الثقافية والاقتصادية بإيطاليا وبعدين بفرنسا. فإذا بدنا نحكي هلأ على فن الباليه بسوريا، فهو يعتبر من الفنون الفتية، بمعنى أنه دخل حديثاً على المشهد الفني السوري، حتى أنه أول قسم لتدريس الباليه في دمشق تم افتتاحه عام 1997، وبعد ما كان هو مستقل صار تابع للمعهد العالي للفنون المسرحية. هلأ حالياً رجع ينحكى بفن الباليه في سوريا، والسبب أنه راقصة الباليه يارا خضير تجرأت على الرقص في شوارع دمشق. حكينا من فترة على يارا هي وعم ترقص بحارات دمشق القديمة. حالياً يعني مؤخراً امبارح أو قلت امبارح ما عندي معلومة أكيدة، يارا كانت عم ترقص بالتكية السليمانية. حلو. عم يقول البوست: راقصة الباليه السورية يارا خضير ترقص في التكية السليمانية في العاصمة دمشق، ويذكر أن التكية السليمانية بالتركي هي تكية جامي، يعني نسبة لوجود جامع. يعني هي بناء متكامل في دمشق، ويعد من أهم الآثار العثمانية في مدينة دمشق، يضم مسجداً متحفاً سوقاً للمهن اليدوية والتراث ومدرسة. مشكلة اللي واجهتها يارا، أو اللي يعني النقطة اللي انتقدوها، أنه وجود مسجد وأنه هي عم ترقص بنفس المكان. يعني هلا هي اول شيء المراكز هي او الابنيه كلها صار لها قيمه اثريه بالدرجه الاولى وجماليه بالدرجه الاولى، بصرف النظر عن اصلها تاريخي كمكان ديني اساسا. صحيح صحيح محمد. خلونا نشوف الفيديو ليارا هي وعم ترقص، بعدين ممكن ناخذ بعض التعليقات. يلا. On targets associated. It's coming out of Syria. يارا تهاجمت بحجة إنه عم تحاول توحي بأنه لا شيء يحدث في دمشق وأنه الأمور عادت لمسار الطبيعي،
أنا قبل قريت مقال كامل ليارا وقتها اللي رقصت في شوارع في حارة دمشق القديمة، كانت عم تقول إنه هدفها من هالشي اللي عم تعمله هو التأكيد على إنه فن الباليه هو فن راقي وإنه ممكن إنه العالم يشوفوه بأي مكان. رح نقرأ التعليقات يلي وصلت. ليارا محمد عم يقول ما المغزى من الفيديو والرقصة بهذا المكان حصراً. كمان منشوف تعليق آخر ليوسف، عبثوا فساداً في دمشق على كيفهم بعد ما احتل الروس. والتعليق الثالث للميس عم تقول حوينتا التكية كنت حبها كتير والموسيقى والرقصة أبشع من بعض. هي أنا اخترت التعليقات الأخف وطأة، بقية التعليقات فيها شتائم عالية المستوى يعني. يعني هلأ يمكن دوافع بتختلف بمهاجمة هيك تصرف، ومتوقع يعني بمجتمعاتنا أنه يتعرض للشخص للتهجم. ما بعرف الموقف إذا كان في موقف سياسي وراء وما شابه، بس فكرة أنه والله لأنه في حرب لازم توقف كل أنشطة الحياة فكرة غير منطقية يعني. صحيح بطبيعة صحيح الحال. وفكرة رفض الفن ورفض أنه والله حدا يعمل أي نوع من أنواع الفن في رقص الباليه بمكان لأنه والله تاريخي أو الأوطيمي كمان، هذا يعني أمر ما بيخلص يعني إذا بدنا نفتح الباب هذا الموضوع. صحيح. وكمان النقطة الثانية أنه بأي مكان يعني الفن بيحمل عدة رسائل، يعني كل احنا كمتلقين ما دام هي قدمت رقصتها وعرضتها على السوشيال ميديا او على المكان يعني مكان عام، فهذا المنتج الفني لم يعد ملك صاحبه، صار ملك الجمهور يلي حبه، فنحن كجمهور فينا نشاركه بالطريقه يلي بنشوفه انه بيوصل الرساله اللي بدنا اياها. صحيح. رح نختم مشاهدينا كمان مع الفن، ولكن فن من نوع آخر. بالهند الشرطي مرور يتفنن في مهنته، والفيديو من صفحة أنا العربي. الرقص بتحسيه ثقافي بده جزء لبعدين بالهند، يعني الافلام الهنديه نحن دائما بنضرب المثل وكثير منا بيكون مقضيين نص العروض الاستعراضيه يعني. اغلبنا تفرج على الفيلم بس عشان العروض الرقصات طبعا. بس حبيت انه هو عم يحاول يسهل مهمته قد ما بيحبها لشغلته، فاختار انه يدمج بين انه يكون هو شرطي مرور وهو كمان بحب الرقص، فانه عملوا الاثنين مع بعض بيعطي هيك جو مريح يمكن للناس. اكيد اكيد هي الطاقه الايجابيه يعني فعلا ظريفه، واحد بيكون بالعجقه ومتاخر كثير شرطي عم يرقص يعني على الاقل بغير الصوره النمطيه للشرطي المرور. كان عندنا عن جد انه يسبب لي فيلم رعب انه بوقفك على سبب بلا سبب مشان انه ال 25 وال 50 كان. صحيح. يا روان ومحمد بدي وداكم كمان مشاهدينا، بدي اتمنى لكم ليله سعيده، رح نرجع نلتقينا وياكم بعد يومين، ضلوا بخير. شكرا لك الاء. شو يمكن معنا وسيم؟ معنا هلا فاصل، ومن بعد الفاصل معنا وسيم واخبار الرياضه.